من صلى وعليه نجاسة نسيها فهل يعيد صلاته؟ إذا صلى الإنسان وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ صلاته، فالذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح أنه لا إعادة عليه، صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. والدليل على ذلك ما في المسند والسنن من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم لما فرغ من ثم كان في أثناء صلى وعليه نعال، ففي أثناء الصلاة خلع عليه صلى الله عليه وسلم فخلع الصحابة نعالهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما صنعتم ذلك؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. والصحابة كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل وترك امتثالا لما أمر الله تعالى به في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما قالوا ذلك قال إن جبريل أخبرني آنفا أن فيهما قذرا، فعلل النبي الخلع بأن الخلع كان لأجل نجاسة لم يعلم بها أخبره بها جبريل فتخلى عن النعال ولم يستأنف الصلاة من أولها. وهذا يدل على أنه إذا صلى وعليه شيء فيه نجاسة وفرغ من صلاته فلا شيء عليه، وإن كان في صلاته فيجب عليه أن يتخلى عما علم أنه نجس من لباسه ويستمر في صلاته. نعم، وإن كان يا شيخ يعلم قبل صلاته حتى لو كان عالم ونسي، ولكن نسي نعم حتى لو عالم، لأن النسيان ربنا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا. أحسن الله إليكم. بعض العلماء يفرق بين الحالين لكن الصواب أنه لا فرق. الحمد لله، أحسن الله إليكم الشيخ.